استعاد المعنيون بتأليف الحكومة نشاطهم، فدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على الخط بالتزامن مع كلام واضح لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون يلوح فيه برفضه لحكومة الأمر الواقع، فجمد هذا الخيار بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات التي عادت ونشطت في الساعات الأخيرة على وقع اللهجة المخففة التي اعتمدها عون في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، والتي بحسب المعلومات أتت بناء لتمن من حلفائه. وفي آخر المعلومات، فإن الرئيس نبيه بري طلب من الرئيس نجيب ميقاتي في اجتماعهما في عين التيني البعيد عن عدسات الكاميرا والسريع التريث قبل الذهاب إلى خيار حكومة الأمر الواقع التي ستخلق مشكلة إضافية في البلاد بحسب رأيه، متمنيا على ميقاتي ترك المجال للاتصالات القائمة حاليا، فيما أكدت مصادر الرئيس المكلف أنه يضع المصلحة الوطنية أمام أي خيار سيتخذه، لكن المهم عنده أن تكون الاتصالات منتجة وأن يتم التفاعل إيجابا مع توجهه في تشكيل حكومة في أسرع وقت، وأن لا نبقى ندور في حلقة مفرغة. وفيما ذكرت المعلومات أن نتائج الاتصالات البعيدة من الأضواء التي تدور في أروقة المقرات الرئاسية قد تظهر إلى العلن قريبا، علم أن التداول يتم حول أسماء جديدة مقترحة للداخلية، وتردد أن النائب ميشيل عون سلم أخيرا الرئيس ميقاتي اسمين لحقيبة الداخلية، أحدهما وزير حالي مدني والثاني ضابط متقاعد من الجيش اللبناني، كحل للعقدة إلى جانب وزارات الطاقة والعدل والاقتصاد لوزراء التيار. فيما ذكرت معلومات أخرى أن الاتجاه الغالب هو لاعتماد مرشح للداخلية غير عسكري، علما أن المصادر المتابعة للتأليف تكتمت عن كشف الأسماء المتداولة لهذه الحقيبة. الساعات المقبلة حاسمة إذن في مصير الحكومة، وقد يكون المشاهدون ملوا معنى تكرار هذه العبارة التي طغت على مسار التشكيل منذ صدور مرسوم التكليف، فهل تسلم الجرة هذه المرة؟